ايه بقى؟ الطحال ده محشي. وكنت انا بالنسبه لي يعني ايه طحال محشي؟ وبعدين حد من امهاتنا كلمنا وجاوبنا على السؤال، وانا برضو يعني ما كنتش عارف الصراحه قوي. لفت الايام وشفتها زي ما بقول لحضراتكم في المغرب، الناس هناك بتعمله بطريقه حلوه جدا برضو ليه زبونه يعني. ارد ضحكتي كده كده، لو حابب اشيل الدهون دي ماشي، مش حابب مش كله هيشيلها انا عارف يعني، عادي ممكن يقول لك سيبها عادي، ولكن انا احب انضف برضو مش هيخسر معايا اي شيء. همك او انت طبعا. طيب نقطع كده شوف، وناخد بالنا السكينه هتبدا تبقى كده. نعمل ايه؟ نكون مجهزين عندنا منديل، واول باول نعمل كده يا فندم. حاضر كده عشان السكينه تشتغل معايا. منى هانم صباح الفل. الو الو منى صباح الفل. الو منى صباح الفل. صباح الخير، اهلا بيك يا فندم تحت امرك. ملك مع حضرتك. اهلا بيك يا ملك هانم، اسفين جدا. ولا يهم حضرتك. صباح الفل يا فندم، اهلا بيك تحت امرك. الامر اللي معلش، بس كنت عايزه اعرف طريقه لحمه الراس اللي حضرتك كنت عاملها. حاضر. وكنت عايزه اعرف عجينه الحواوشي. حاضر الاسكندراني. اه تمام. وعايزه اقول لحضرتك ان انا بحبك جدا 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 جدا، واول مره اطلع في برنامج. الحاجه حمديه صباح الفل يا ماما. صباح الفل حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا ماما اخبارك. اهلا بيك، انا بعزك بحبك قوي قوي زي عيالي. ربنا يخليك يا ماما، ده انا ابنك والله العظيم، الحب من عند ربنا. انا بنيجي من شغلي بقعد اشوف حضرتك، انا بص اضير على القنوات كلها ما نجيب حضرتك. ربنا ما يحرمناش منك والله، ومن أنا يعني من صحتك. قوي قوي وحياة ربنا. لم يا ماما والله كانك عايش معايا في البيت. الله يبقى اتشرف والله يا امي، اتشرف يا حبيبتي والله. ربنا يبارك لك، والحب من عند ربنا فعلا. ونعم بالله يا ماما، ربنا يعز حضرتك. تسلمي. ربنا يعزك ويفك شر المرض. امين يا رب. كل حاجه وحشه. انا واولاد حضرتك يا فندم وكل الناس كلها يا رب. تسلمي. انا ماشي، انا حضرتك بس اي جيب اعمل له رز بلبن ماشي. افندم؟ ماشي يا عيال بنت بوليسه اللي من عايشين يا حبايبي، ربنا يحميهم لك. سلم عليهم جدا جدا. طب تأمري بحاجه يا بابا؟ الله يبارك لك بجد والله، تحت امرك. الله يبارك لك ويكفيك شر المرض. شكرا شكرا. تسلمي حبيبي. تسلمي يا ماما، صباحك كله هنا وسعاده، وشكرا جدا لمكالمتك. ربنا يديك الصحه انت كل امهاتنا. شكرا يا ماما والله، والله اتشرف يا ماما. حاضر يا فندم. طريقه الرز بلبن يتعمل لها مخصوص لروح البيت والله العظيم. حاضر عينيا يا فندم. حاضر يا ام مصطفى صباح الفل. صباح النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا يا فندم كله بخير. انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك والله. احنا اكتر يا فندم، ربنا دي المحبه. ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك ويتسلم ايدك على كل حاجه بتعملها. الله يبارك في عمرك. تسلمي يا اختي والله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. اولا انا عايزه طريقه رز المعمر. اوامر. ممكن؟ حاضر. ربنا يخليك. تمام. الطحال فلفل اسود طبعا على الوش كده، هنعمل له خلطه الطحال ده بقى دلوقتي بالفلفل بقى الاخضر والبصل والتركيبات دي وسنه ملح كمان. وانا بقى بحب احط على الطحال ده ايه بقى، ده مهم كمان، كمون، شويه شويه كمون حلوين كده، شم الريحه الحلوه دي كده، وعليهم كزبره ناشفه كده. ده تشويح، هنعمل لهم خلطه حلوه جدا. واللي ثاني يخلص تمام. ده بقى بالمره بص بقى عامل ازاي المنظر، يعني ما شاء الله. هقول لحضراتكم على حاجه والله، وما هتلاقوا حد يعني يقول الكلام ده بالسهوله دي. انا اي اكل بشتغل فيه حتى لو انا ما باكلوش بحب اعمله كويس جدا. واهم من ان انا اعمل الاكل كويس جدا وانا شغال، الريحه لو ما دخلتش دماغي اقسم بالله ممكن اكنسل الطبق على الهواء عادي جدا، ومش عيب. مش عيب، العيب ان اعمله غلط او احس ان هو مش كويس، او لما اجي اشم ريحه ما تنخششش كده وما احسش ان في حاجه حلوه مظبوطه من المقادير اللي حاططها او التركيبات او النظافه دي مهمه جدا، مش هعرف اكملها. المقصود من كلامي ان لو انا شميت ريحه حلوه عجباني والله بقول الحقيقه، لو نص نص والله ما في حلفان عليا يعني ما يقدر قدر ربنا والله ما هعمل ولا يشغلني، وعادي عندي خمسه غير واربعه غير ومش فارق عندي، وبالعكس انا شايف ان دي امانه. المقصود من كلامي ان الطريقه مهمه جدا 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 جدا، شوف كام جدا، تبقى نظيفه.
في الاكل ده او غيره، بس ده بالاخص او الحاجات الحرشه دي اللي زي ما قلت لحضراتكم من البدايه ان ممكن حد يقفل منها، وده عادي وده وارد. وانا بقى يعني افاجئكم، انا من الناس دي جدا جدا جدا، لو اكلت حاجه مره ولو حصلت وكده ولا كده ممكن عادي، يعني ما بحبش اقرب لها تاني. طبيعه بشر كلنا كده، مش ملهاش علاقه بقى انت شيف ولا احنا بالاول او انا في الاول والاخر، ما انا برضو بني يعني طبيعي. المقصود ان الحاجات دي لازم تتعمل صح، فوق الصح 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 100%، يعني مش عادي. هنا بقى الخلطه الحلوه اللي عجباني دي، عايز ابهرها حلو، عايز دلعها. ازاي بقى؟ قبل اي حاجه بس كده ايه، عايز استغل الخلطه الحلوه دي عشان انا عارف هيقول لك طلعني في فاصل. بص بص ضيفني، ركز بس معايا والله هطلعك في فاصل. بصل على فلفل من غير زيت، ركز كده معايا، ده للطحال يا فندم. خلاص احنا هنطلع فاصل، هرجع اختم. انا عارف، ما انا فاهم. فلفل اخضر، فص ثوم حلو او معلقه ثوم، ده للطحال، ركز معايا. وشوف هعمل الطحال بايه بقى، بزيت زيتون يا ولد والله. شوف الكلام، بسم الله، ثوم وفلفل ومش اكتر من كده. عايز احط اي حاجه تانية ما عنديش مشاكل، ولكن في هدفي بصراحه او عندي هدف احط معلقه هريسه. طلع الموضوع بره اللي انا كنت بتكلم فيه خالص، معلقه هريسه حلوه كده. واحنا حطينا ثوم، بسم الله، شكرا، طحال ينزل، متشكرين كده. اتفضل يا باشا، عايز فصل ولا يهمك؟ يلا يا باشا هننزل بالطحال، ياخد تقلبتين ويطلع ان شاء الله. وهطلع فصل صغير جدا بعد الفاصل، نوصل. اتفضل. تمام.